With you Ms. شيماء منير. Welcome everyone. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية. النهاردة احنا هنتكلم عن the statement, الجملة الخبرية. يعني ايه جملة خبرية in English وبتتكون من ايه؟ الفيديو ده مهم جدا لكل المراحل المهتمة بالتأسيس واي حد يحب يعرف الانجليش من البداية. يعني ايه جملة خبرية؟ اول حاجة محتاجين نعرف الفورم تكوينها. هي بتتكون من subject, verb, object, فاعل فعل مفعول زي العربي بالظبط. يبقى subject verb object فاعل فعل مفعول. تعالوا نتعرف مع بعض على subject اللي هو الفاعل. يعني ايه؟ بيجي في شكل noun اللي هو الاسماء زي علي لامار table cat which means اسماء اشخاص or animals or things. يبقى اشخاص حيوانات نبات sorry جماد ده الناون. وممكن نستبدله بالسبجكت pronouns اللي هو عبارة عن he, she, at, we, you, they. يبقى subject pronouns هو بديل للناون اللي بقدر أشيله وحط بداله I, he, she, at, you, they, we. For example, تعالوا نتعرف مع بعض مثال زي ما أقول Sarah is pretty. سارة تكون جميلة. سارة ده زي ما احنا خدنا يا أولاد دي اسم بنت. يعني ده اسم أوكي. زي علي زي ابتسام. انا شلت سارة وحطيت شي. يبقى ده subject pronouns. شلت سارة حطيت شي. نفس الفكرة لما اقول the firefighter is late. انا هشيل هنا the firefighter اللي هو ده noun اسم اللي هو رجل اطفاء وحطيت بداله very good excellent he is late. He is late. اوكي. سهلة جدا اهي. طيب لو انا عندي that children are playing كتير قوي بيتلخبطوا في ولادنا that children مش عارفين يستبدلوها بايه. فعلا very good هتشيل the children الاطفال وحط بدلهم they are playing. يبقى the children الاطفال انهم جمع هنستعوضهم ب they. نيجي مع بعض بقى للverb. يعني ايه verb؟ verb يعني action زي play يلعب اوكي play play اوكي زي كمان eat يأكل eat eat كل دي verbs أفعال action eat okay sleep ينام sleep طبعا. وهنلاقي verbs كتيرة جدا. ده كان النهاردة شرح مبسط لـ the statement الجملة الخبرية in English. كان معاكم شيماء منير واستنوني في حلقات تأسيسية تانية. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.